وعليكم السلام طيب وديع. وبكر طيب اكيدو. وعليكم السلام خويا بكر. وبكر تحية مقدمة يا صاحبي. احنا نقولوا صباح الخير عليكم ونهاركم زين للرجال الاوفياء ورجال الشرفاء. احنا نقولوا بليت شويه كاينه. تحيه عبد المجيد تبون وتحيه وزاره الدفاع. واللي ما عجبوش الحال يدز معاه من الاخر. زين وعليكم السلام خويا. احنا هضرنا واش كاين. ما كان يحرزني للميدان وما كان يبردعني. هذاك اللي يهضر يقول بلي هادو يبردعوهم الناس. الا كان انت موافق يبردعوك الناس انا الناس ما يبردعونيش. نعرف واش نسوى ونعرف شكون ولدني ونعرف الاصول تاعي. وعليكم السلام خويا. وعليكم السلام. بربي ان شاء الله نهار كيبداو يخلصوا الناس ونهار كيبداو يعيطوا للناس اللي يفوت الخبر الطبي يفوت ويروح يدفع التكميلي يدفع التكميلي. والناس اللي فاتوا الخبرات الطبيه ودفعوا التكميلي ونسقوهم يستناو ان شاء الله الكاتروز هذا ولا الكاتروز الجاي ان شاء الله يمشي يخلص. غير فهمني برك اللي كنت قلت سويه ما كانش وكنت حرض للميدان. غير فهمني كيفاش راح تصحح وجهك للناس. انا على الاقل راني نهضر بالصوره تاعي وراني نهضر بالاسم تاعي وراني نهضر في قهوه. راني نهضر في قهوه يعني مانيش خايف. ها مانيش في الدار. انا ما نديرش الله تحت الكوفيطه وما نديرش الله في غابه وما نديرش الله في الطوموبيل كاش مكان نهرب بس كي نعرف روحي شكون انا. انا كي نهدر كلمه ماشي نجيبها من راسي اعوذ بالله من كلمتي انا. فهمتوني. انا كما نجيبش بلي صحيح ما نشروش لخوتي وكما نجيبش بلي حاجه تفيد خوتي ما نهدرهاش ما نطمع الناس ما نكذب على حتى واحد. الحمد لله بداري بخدمتي برزقي. بصح نهضر واش كاين. وهذوك التعليقات السلبيه اللي حاب يعلق يعلق على روحه. اللي حاب يعلق يعلق على روحه. وهذاك اللي يهضر على الميدان معليش دير لي اللايف تاعك ونعك لي الشطر تاعك. ما نلقاكش باللي مشطوب 2014 ولا 2015 نتحداك. باسكو يا رجال تهضر بلي تسويه 92 2011 انت خرجوك في 2015 ولا 2016 ودير لي منشور تترجل لي في اللايف ولا في المنشور تاعك اسم مجهول الهوايه وتهضر لي على الميدان وتهضر لي على الخرجه. هاني بالبريس تاعي صاحبي. هاني بالبريس تاعي. وراني بالستيلو تاعي. هذا قال لي بلي ما راك في قهوه اللي مقابل كاس بالك
وهذوك الجماعه اللي شافوني السمانه اللي فات شافوني في العاصمه ماذا بيك زيد تتبعني خطرة الجايه، راني في قهوه روح صورني. اللي شافوني في الجي في قهوه صوروني مع جماعه وداروا عليا منشور، غطاو الوجه تاع الجماعه خلاو غير فيزاج تاعي برك، الدركي تاع سطيف واش راهو يدير في الجي؟ والله ما على بالي واش ندير في الجي. اذا كان العاصمه هذه الناس يدخلوها بالفيزا ولا باش يدخلوها ما على باليش، راني جزائري عندي بطاقه التعريف الوطني جزائريه، نمشي ونحب. تحياتي خويا حميد وناس بن عباس، نمشي لالجي، نمشي لوهران، نمشي راسي مرفوع في السماء. ابن مجاهد وابن عائله ثوريه ودركي مشطوب، ملف مشطوب، ملف منضيف. اروح خويا راني في قهوه قدام لاكاس، واروح صورني. هاي وراي القهوه، هاي أنا في قهوة قدام لاكاس، أروح صورني قدام صندوق تقاعد، أروح صورني. من بعد تكون اللايف قدام الدار بالطوموبيل وقلعت زوج تاع الصباح وراني في الجي، أروح صورني في الجي وزيد دير، زيد دير المنشور، زيد دير المنشور قولوا بلي لقيتو في لاكاس في الجي. أنا في قهوة وراني نهدر. تحياتي لوزارة الدفاع، وتحية عبد المجيد تبون، وتحية شنقريحة، وتحية دحماني، وتحية المشطوبين رجال الأوفياء المخلصين لهذه القضية، وتحياتي للرجال المحاربين العشرية السوداء حالة الطوارئ، حالة الطوارئ. هذا اللي قال لي بلي اصبر دروك بك يعيطوك تدفع تكميليه، بلادي انا تكميلي تاعي دفعته عندي 4 شهور، عمر راسك. انا تكميلي تاعي عندي 4 شهور من دفعته وصرحت به باش نعرف هذاك مول علال العياشي هذا ولا كيسموه، نهار كي صرحت انايا دفعت تكميلي، خرجوا جماعه في اللايف كيفاش درهماني دفعت تكميلي تاعو وحدي. انا تكميلي تاعي دفعته، دفعت التكميلي تاعي، انا اللي نستنى في الخلصه، انا اللي نستنى في الخلصه. اني قلت اني نقولها ونعاودها، لماذا ما تدفعوش تكميلي الاسبوع الجاي تدفعوا التكميلي؟ تحيه خويا عمر وقاف، تحيه خويا عمر وقاف، لماذا ما تدفعوش تكميلي الاسبوع الجاي ان شاء الله تدفعوا التكميلي تاعكم؟ ولي مازال ما فاتوش الخبره الطبيه باذن الله اكل يعيطوكم الخبره الطبيه. كاين خلل واحد مش راح نسرحوا في اللايف، وهذاك اللي يقول لك الميدان وشكون يشدك؟ هاو شمر على ذراعك وخرج للميدان. تاخذني 4 شهور ما نعمرش راسي، والله اني في قهوه ها ندير فيها فراس ها، وعنكم راه مبيشها ها، راني مبيشها ها، راني في قهوة صاحبي ها، فوتاي ها، راني متكسل. هذوك السمانة اللي فاتت اللي شافوني في الجي، اللي قالوا شفنا الدركي في الجي وصوروني وداروني في، داروا عليا منشور، واحد قال لي واش راك دير في الجي؟ والله ما نعرف واش راني ندير في الجي. إذا كان في الجي جيت باش نخطب أختك. هذا اللي قال لي واحد المنش، واحد التعليق لهنا قال لي جايه نتقبلها منك، نتقبلها منك والله ما نرجع لك. نهار كي تقول لي بلي شحال في عمرك وتصرحني الا كان صاحبي عندك باباك ولا ما عندكش باباك ثم نجاوبك. قول لي باكاسكي بلي عندك باباك ولا ما عندكش باباك. انا جميع واحد يبعث تعليق سلبي نعرفوا بلي ما عندوش بابا مسكين ويحوس على بابا. بالك شبهني بلي البابا، مانيش باباك انا ولد الناس، روح حوس على باباك وراه. انا الله تعالى دارتو للرجال، راجل يبقى راجل. ياك الناس تاع بكري جيب شف العنب لقاهم حامضين، كي ما يلحقهمش لقاهم حامضين، قاعد يشوف العنب ما لحقهمش قالهم حامضين.
كي تلحق حليم هذا وتعرف قيمته ما تقوليش الهضره هذه. وانا جميع واحد يسحق حاجه في الصيف مرحبا به، انت اونطاني جيبات عندي مرحبا به، يسحق حاجه في العلمه مرحبا به. الحمد لله راني بشهريتي وراني خدام وراني بولادي وراني بمسكن تاعي، والله غير الدار تاعي ديتها في 2011، واللي حاب نزيد نبين بلي العقد تاع الدار في 2011، نحصل على الدار تاعي 2011 وراني مشطوب، انا خدها على شقيه. تحياتي للرجال الشرفاء، ليسونسيال شويه كاينه، هذاك اللي حرك للميدان خاصة الوقت اللي رانا فيه حاليا راه مشري الكاش احزاب باش يخدموا به الانتخابات. ومن بعد المشكل كي يصرح للميدان ما يخرجلكش، والله ما يجيك للميدان. نقول لنا الساعة بكري لا الدار لا الدوار لا عيشة تدور في الدار، راك حاب تباصي ولاد الناس وروح باصي روحك. انا ولما باصي في جورتك. السلام عليكم خوتي، كي ندخل الصيف ان شاء الله العشوائي ان شاء الله ولا في الليل ان شاء الله بربي ان شاء الله نجيبكم ان شاء الله جديد. والسلام عليكم.